تحدثينا عن فكرة سوق نعمة. طبعا شكرا كثير مرة تانية لاستضافتكم، وهذا إشي كثير بهمنا وبهالبرنامج الحلو اللي له متابعين كثير ما شاء الله عليكم. شكرا. طبعا سوق نعمة هو فكرته، هو مشروع بصراحة بلش بالتعاون مع البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه فتحنا أول شيء مشروع في غور الصافي، منطقة غور الصافي. تم تشغيل تقريبا 15 فرصة عمل في تلك المنطقة، خصوصا أنه هاي المناطق مناطق موسمية، فالمرأة هناك بتشغل فقط خلال الموسم وبتكون رواتبها حتى بتكون يومية، يعني بأجور يومية. فكانت الفكرة كيف نقدر أنه نديم دخلها وكيف تقدر أنه تحقق الاستقرار والأمان العائلي لإلها. فوظفنا تقريبا 15 ست هلأ بيشتغلوا خلال الموسم وغير الموسم، هو خلال الصيف. فطبعا حسب الموسم بهديك المناطق منجيب، مثلا هلأ في منوخية فبلقطوا المنوخية بيحطوها بباكجين كتير مرتب بيطلع للسوق. في عندك مثلا ممكن البازيلا، دراي توميتوز اللي هو البندورة المجففة، الفلفل المجفف أو الشطة، وكتير أشياء منتجات جميلة. هلأ الفكرة كانت الجزء الثاني من المشروع إنه إحنا كيف بنقدر ندعم المرأة في المحافظات واللي أوريدي بلشوا هن في مشاريع، وحتى أخذوا في بعضهم كتير بنيفيشرز يعتبروا مستفيدين من برامج الأمم المتحدة. فكانت الفكرة إنه كيف نسوق هاي البضائع، عشان إنه معظم السيدات في تلك المناطق حتى لو أخذوا هاي الإعانات إلا أو مثلا المشاريع التنموية، ولكن ما بيقدروا يسوقوا بضاعتهم. فكانت الفكرة إنه نجمع تقريبا مجموعة من الجمعيات من الشمال، في عنا من عجلون، من إربد، من جرش، من الموقر، طفيلة، كرك، الأغوار، وكل مرأة مثلا لها تميز معين في منتجاتها، الألبان، الأجبان، المخللات، الزعتر، حسب الموسم طبعا. هلأ كمان شوي بيجي الملبن، بيجي الدبس والشغلات هاي الجميلة. ففكرتهم إنه إحنا جبنا الستات حاولنا نشتغل معهم حتى في ندربهم كيف بيقدروا إنه هن يقدموا نفسهم في طريقة مختلفة، كيف مثلا اللي بتكون حاططه بمثلا علبة بلاستيك لا ممكن تحطيها بعلبة أجمل أو أرتب، وكيف البرزنتيشن تبعتها بطريقة مختلفة، كيف تتعامل مع الزبون إنه هي تشجعه على إنه بيروح الضيافة تبعت الأردن اللي إحنا مشتهرين فيها، الأردنيين ما شاء الله عليهم، يعني إنه مثلا كيف يقدموا المنتج، كيف يدوقوا الناس، كيف يبيعوا منتجهم بطريقة جميلة، وإنه يجوا فيها السوق. هذا السوق طبعا اخترنا منطقة برضو الويبدة، هي جبل الويبدة من المناطق الجميلة وفيها التراث وفيها الأصالة والعراقة، والحديقة المتحف الوطني بالتعاون مع المتحف يعني ما قصروا معنا. فبرضو عملنا ستايل السوق شوية فيه نوع من التراديشنال التراث. نعم. فهلأ مثلا رح تلاقي في الست اللي بتعمل الطابون تعمل بالفرن القديم أمامك، ست اللي بتعمل الشراك مثلا، في ناس رح بيعملوا تشاعتشي والأكلات القديمة والرشوف يعني كتير لذيذ الجو. وبلاس انه عم بيجوا ستات بساعتين وثلاث ساعات من الشمال ومن الجنوب عشان يقدموا نفسهم. فعشان هيك احنا يعني كتير حابين انه الناس تعرف اكتر عن هذا السوق، وان شاء الله يكون مصدر دخل للجميع، وانه نشجع هالستات على عملهم واستقلاليتهم في منزلهم ان شاء الله. ان شاء الله. يعني احنا من خلالكم استاذ محمد ودكتورة غدير بدنا نذكر بانه هذا السوق تم افتتاحه ب 20 ايار قبل. نعم. شهر رمضان المبارك.